فوق كل ذي علم عليم. الحمد لله پاکستان کی یہ عظیم محافل اور اب ان محافل کا وہ چاند وہ چمکتا ہوا چاند وہ سورج جس کی روشنی کراچی سے لاہور لاہور سے فیصل آباد فیصل آباد سے اسلام آباد جس نے ایک نئی روح مجمع کو دی ہے آپ لوگ آگے آ جائیے تاکہ پیچھے والے جو تنگ ہو رہے ہیں آگے ہو جائیں شابش احباب اب میں جس شخصیت کو دعوت دے رہا ہوں اس کے بارے میں اگر یہ کہا جائے کہ وہ جو تلاوت کرتے ہیں تو آل داؤد کے مضامیر میں سے تلاوت کرتے ہیں نالائے بلبلے شہدا تو سنا ہنس ہنس کے نالائے بلبلے شہدا تو سنا ہنس ہنس کے اب جگر تھام کے بیٹھو میری باری آئی. اب جس کی باری آ رہی ہے انشاءاللہ وہ آپ کو شیخ عبد الباسط کی یاد تازہ کرے. آپ حضرات بیٹھیے. اس سے پہلے کہ میں آخری مہمان کو دعوت دوں جو ہماری مسجد کے تلاوت سے پہلے قاری فیاض صاحب دامت برکاتہم اپنی طرف سے ہدیہ خاص پیش فرمائیں گے قراء حضرات کی خدمت میں. آپ حضرات آگے آگے ہو جائیے اور جگہ کو ترتیب سے بنا لیجئے. تاسو پا آرام کینی انشاءاللہ شیخ عبد الباسط عبد الصمد کی دا آغی یاد انشاءاللہ تازہ شی مخکی مرازی کینی تاسو کینی چی بیا دا سرخیل چی کم دے آغی تلاوت مونگا شروع کو دا ٹولونا خاص میلمان چی انشاءاللہ آئندہ کال پورے تاسو تا دا محفل یاد شی آئے انشاءاللہ آئندہ کال بیا جتا ستا سے اخبر مین ثبوت ورکی آئے انشاءاللہ دا محفلنا دا حکومت لپر ہم دعاو کی چھ خدا پاک خائم دائم ساتھی او دا سلسلہ انشاءاللہ جاری شی تا سو کینی پاسی ماں کینی شابش ہے یو منٹ کی کینی چدا اتلو علینا من آیات اللہ الحکیم فضیلت الشیخ المقری الكبیر رحجاج رمضان الحنداوی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك يا تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم.
قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأ به قالت من أنبأك هذا قال نبأ فأني العليم الخبير. تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا وصالح المؤمنين والملائكة ما ذلك ظهير. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظهر
الله وعليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين وإن تظاهر عليه فإن هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين بعد ذلك ظهير عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات
مسلمات مؤمنات قانتات تائبات مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات عسي ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا مسلمات مؤمنات قانتات مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات عسي ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا
مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات لا إله إلا الله والله أكبر ولله بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أنتم أشد خلقنا من السماء أشد خلقنا من السماء بنيها رفع سمكها فسويها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك منها ماءها ومرعاها
لاور سيدا متى لكم ولأنعامكم أشد خلقنا من السماء بنيها 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 رفع سمكها فسويها وأغطش والأرض بعد ذلك والأرض بعد ذلك والأرض بعد ذلك متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى الدنيا فإن الجحيم
الجحيم هي المأوى. وأما من خاف وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يسألونك عن الساعة أيان مرساها أنت من ذكرها يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكرها إنما أنت منذر من يخشى كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها
كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. لا والله أكبر والله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم أقرأ اقرأ 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 باسم ربك الذي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله والله أكبر اقرأ باسم ربك الذي خلق لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد بسم الله
خلق خلق الإنسان من علق اقرأ اقرأ وربك الأكرم لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ اقرأ بسم ربك الذي خلق بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم الفاتحة